أخذنا في الدرس الماضي ولله الحمد والمنة لماذا ندرس الفرائض ولماذا اخترنا دراسة هذا المتن وسبب التأليف المقدمة لهذا المتن، وذكرنا المقدمة ذكر فيها البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا، ثم بعد هذا بيّن فضل العلم الشرعي و الأمر الذي اختص بهذا العلم من فقده، وذكرنا تضعيف هذا الحديث من الأئمة، ثم ذكر سبب اختيار مذهب الإمام زيد رضي الله عنه. أخذنا أسباب الإرث، نكاح ولا نسب، وقلنا سبب مختلف فيه وهو بيت المال، وموانع الإرث ثلاثة: رق وقتل واختلاف الدين. أخذنا أيضا الوارثين: ابن وابن ابن، وإن نزل أب وجد له، وإن علا أخ شقيق أخ لأب أخ لأم، ابن أخ شقيق ابن أخ لأب، عم شقيق عم لأب، ابن عم شقيق ابن عم لأب، والزوج والمعتق، النساء: البنت وبنت الابن والأم والجدة لأم والجدة لأب، أخت شقيقة أخت لأب أخت لأم، والزوجة والمعتقة. أخذنا أيضا أصول المسائل، وقلنا أصول المسائل عندنا سبعة: اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر واربع عشرين، وأخذنا الفروض المقدرة في كتاب الله. أيضا أخذنا أن الإرث ينقسم إلى قسمين: إرث بالفرض وإرث بالتعصيب، والفروض في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وذكرنا أن المسألة إذا كانت من نصفها من اثنين، من ربع من أربعة، من سدس من ستة، ثمن من ثمانية، فيها الثلث ثلثان والسدس والربع من اثني عشر، لو اجتمعت الفروض لا تجتمع كاملة من 24. وسيأتينا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء كيف نبدأ بحل التمارين. طيب،